مرحبا. بآخر فترة صارت فكرة الأغاني والفيديو كليبات ترند باليوتيوب العربي، وعدد كبير من اليوتيوبرز وبطرقهم الخاصة أدوا أغاني وصوروا فيديو كليبات بأشكال مختلفة ليصنعوا الحدث ويحققوا نسب عالية جدا من المشاهدات. أما أسو ورغم جمهورها الكبير اللي عم يتابعها 1 مليون على يوتيوب وإنستغرام، ما شفناها خاضت هي التجربة من قبل، وفضولنا وفضول المتابعين هو اللي خلانا نتجه لأسو ونسألها شخصيا هل تفكر بالعمل على أغنية وفيديو كليب. فكان جوابها: حلوة فكرة يوتيوبر يسوي أغنية، بس بالنسبة لإلي أحس بعد وقت أسوي أغنية فما أفكر بهالشي. فآسو حاطة تركيزها هالأيام على صناعة المحتوى على يوتيوب، فلاحظ المتابعين نسبة التطور في فيديوهاتها وخاصة أفكار الفيديوهات، فحققت آخر فيديوهات لإلها نجاح كتير كبير وتخطت حاجز المليون مشاهدة، مثل عشت يوم كامل بالسيارة وأنا صايمة، جربت أغرب وأشهر حيل تيك توك، سويت أكبر حبة شيتوس بالعالم. سؤالنا لآسو ما كان واحد فقط، فالسؤال الثاني اللي وجهناه لإلها كان: شو رأي آسو بأغاني اليوتيوبرز؟ والإجابة كانت: صراحة هواي يوتيوبرز عملوا أغاني تجنن من ناحية الفيديو كليب والأغنية واللحن كمان، وكل شيء أهنيهم.